حضرت اليوم باسم الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي إبراهيم. الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير لأدين بشدة هذا الظلم الجديد الذي يتعرض له مواطن هو السي عبد الرحمن زنقاد فقط لأنه عبر عن رأيه بكل حرية وهو مساندة القضية الفلسطينية التي يتم الإجهاز على شعبها اليوم. فلماذا تقوم الحكومة والمخزن بهذا الظلم الجديد؟ وأذكر كل الحاضرين وكل المسؤولين بأن اعتقال الأستاذ زنقاد يأتي في إطار سلسلة من انتهاك القانون وانتهاك الحريات وانتهاك الدستور المغربي، والذي بدأ في مرحلته الأخيرة باعتقال الصحفي المناضل من أجل الحرية والديمقراطية وفلسطين هو توفيق بوعشرين، ثم تلاه سليمان ريسوني، ثم عمر رادي، ثم المدونة الأديبة المناضلة سعيدة العلمي، ثم كل المعتقلين من الجماعة. وأذكر بأن زنقاد كذلك يعاقب، يعني تعاقب الجماعة على وثيقتها السياسية التي تناضل فيها من أجل الديمقراطية وتقول بأنها تريد أن تجعل من المغرب ومن الشعب المغربي شعبا حرا، فهي يعاقبها النظام اليوم بعد اعتقال طبعا الأستاذ دكتور بازدو في يعني مكناس وغيره. إذن أنا حاضر اليوم لأدين هذا الاعتقال الذي تقوم به الحكومة التي تقول بأنها من حزب الأحرار ولا أحرار فيها، تقول بأنها ليبرالية وهي ضد ليبرالية وضد الحرية وضد تطبيق الدستور المغربي الذي يحفظ الحقوق والحريات. وعاشت الحرية وعاشت الكرامة وعاش كل المناضلين من أجل فلسطين ومن أجل الديمقراطية في المغرب. حرية كرامة.